إذن الزهد أن يجعل الله الدنيا في يدك لا في قلبك، وتصل إليه بأن تجعل الدنيا في بأن تخلي قلبك من القبيح وتحليه بالصحيح، ونتيجة هذا أنك لا تفرح بالموجود ولا تحزن على المفقود. هذه القضية. لكن مش معنى الزهد إني أبقى فقير أو أبقى ضعيف. طب افرض كنت فقير وادعيت الزهد، كاذب. الزهد مش هو ده، الفقير الشغلانة بتاعته الصبر، يبقى صبور بقى، صابر. لكن أنا فقير وادعي إن أنا زاهد، أقول لهم أصل أنا زاهد. لا، الزاهد لابد أن يكون في يده شيء يزهد فيه، أو كان في يده شيء يزهد فيه. ولذلك من زمان حتى في الجاهلية بيقولوا الواحد أنت عايز تتجوز مين؟ قال امرأة كانت أغناها الله فأدبها الغنى. الغنية تعرف في الاتيكيت وتعرف في ازاي بتاعه كده، اللياقه واللباقه. صحيح صحيح. ثم افتقرت. نعم. فادبها الفقر. نعم. ما تبقاش مسرفه، ما تبقاش مفترية، تصون المال وتعرف تصون حق المال وحق الفقراء وهكذا، وترضى بقليله وهكذا. نعم. اذا ادي دي ايه؟ نعم. ادبها الغنى وبعدين افتقرت فادبها الفقر. نعم. يبقى اذا الزهد ده حاله ادب. صحيح. وأدب مع من؟ مع